100%. علي معلول يا كابتن، هل خلاص كابتن حسام اعلن ان هو، او حضراتكم كجهاز فني وجهاز اداري اعلنتوا ان هو لن يخرج من النادي الاهلي؟ طبعا علي من الاوراق المهمه جدا بالنسبه لنا كابتن في الوقت الحالي، وعلي من العناصر الاساسيه والرئيسيه فمعانا دلوقتي. لكن انا بس عايز اقول حاجه يعني مهمه جدا جدا، يعني اي فرقه بيبقى عندها طبعا عناصر مهمه قوي 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 واساسيه، يعني بتفكر مليون مره قبل ما تاخد قرار انها ترحل يعني. لكن نعم، في لغه الكوره يا كابتن اسلام، في لغه الكوره ممكن تلاقي ارقام ما تقدرش تتكلم يعني، لازم تقف على لا. وانا رايي برضه يا كابتن، معلش هكلمك هقطعك في النقطه دي، ان اللعيب برضه بيبقى ليه دور. انا عايز احترف، يبقى يعني مش هيديك بنسبه 100% اللي انت محتاجها منه، يعني اعتقد كده برضه. لما بيكون في فرص يعني احنا مثلا يعني في موضوع الحجازي مثلا، بالظبط الحجازي راح الدوري كويس جدا، تمام، ورغبه اللاعب كانت كبيره جدا جدا جدا. كمان احنا مش مساله ناحيه ماديه بس، هو ليه برضه رايح نادي او رايح دوري كتير في كابتن اسلام؟ نعم، فبالتالي لازم تبص لها برضه النظره ديت اكيد، يعني بتحسن الاحتراف الفنيه والاولويه طبعا الفنيه بشكل كبير. في عناصر لازم تبص لها وانت بتاخد